السلام عليكم الاخوان ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اصدقاء ديالي، غادي نقدم لكم ملخص ديال مباراه المنتخب المغربي لكره القدم داخل الصالات امام المنتخب المصري. هذه المباراه كانت هي المباراه النهائيه في كاس افريقيا، والمنتخب المغربي اللي كينتصر ب5 مقابل لا شيء وكيتاهل لكاس العالم ان شاء الله. المهم الاخوان ديالي، غادي نخليكم مع ملخص ديال المباراه، وعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات، وغادي نخليكم ان شاء الله مع حفل ديال التتويج كيفاش حتى داو اللقب. المهم الاخوان ديالي، خليكم معنا ونتلاقاو في لافان ديال الفيديو كيف ديما. الاخوان ديالي كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الملخص وبالحفل ديال التتويج ديال المنتخب المغربي، اللي غنقولوا حنايا مبروك للمنتخب المغربي وهارد لاك للمنتخب المصري. كنتمناو له مسيره موفقه حتى هو، ومبروك عليه حتى هو التاهل لكاس العالم. المهم الاخوان ديالي، كنتمنى تشجعونا بلايك وتعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات، وتهلاو ليا فراسكم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله نتشوفوا في شي فيديو ما احسن من هذا. كيف العاده كان معكم خوكم انوار برو. اي لاف يو. السلام عليكم.